أكد الدكتور ظافر العاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي رفضه التام واستنكاره الشديد للتصريح الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين باعتباره صادر عن طرف غير ذي صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة، مضيفا أنه لا يوجد في قاموس العمل البرلماني الدولي ما يخول منظمة برلمانية إقليمية تقييم حالة حقوق الإنسان في دولة تقع خارج نطاقها الإقليمي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور ظافر العاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي. مساء الخير دكتور ظافر. دكتور، على الرغم يعني مما قطعته مملكة البحرين من مشوار طويل في مجال حقوق الإنسان ومن تشريعات غاية في التقدم، يخرج علينا البرلمان الأوروبي بجملة من المزاعم والأكاذيب والافتراءات، يعني هل لك أن تعلق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وتحياتي لك يا أخي العزيز، وتحياتي لمشاهدي قناة البحرين ولشعب البحرين ملكا وقيادة وشعبا أبيا. طبعا هذه ليست المرة الأولى الحقيقة، احنا يعني أنا ألاحظ أنه خلال الفترة المنصرمة هنالك أشبه بالتوجه لدى بعض المنظمات الدولية ومنظمات ما تدعي بأن منظمات حقوق الإنسان في هجمة تكاد تكون منظمة ضد النظام السياسي في البحرين. نحن نعرف بأن هناك أيادي خبيثة تريد الإساءة للأمة العربية، للنظم السياسية المستقرة. نعم. خصوصا وأن البحرين حقيقة خلال هذه الفترة الفائتة قد خطت خطوات مهمة وكبيرة على طريق ترسيخ المواطنة وقيم الديمقراطية والمشاركة السياسية غير مألوفة حتى على مستوى الشرق الأوسط. نعم. واحنا لاحظنا انه البرلمان البحريني نشط، الحريات السياسيه مقفوله، حريه التعبير متاحه للجميع. وطبعا هنالك يعني كما في كل دوله، خصوصا انه البحرين يعني دوله مستهدفه، انه القضاء والسلطات المختصه تقوم بالحد من التصرفات غير المسؤولة اللي تصدر عن البعض بهدف تمزيق الوحدة الوطنية. ولا شك أنه كم هي عزيزة علينا الوحدة الوطنية في البحرين. نعم. قبل فترة إذا تتذكر حضرتك والمشاهدين الكرام، كان أيضا تقرير من منظمة العفو الدولية من أمنستي حول موضوع حقوق الإنسان. طبعا هناك استشهاد بقضايا مضى عليها أكثر من 10 سنوات في هذه التقارير، على الرغم من أنه تدخل، يعني كان هنالك قرار من قضاء البحرين فيما يتعلق بها، وتدخل مباشر من جلالة ملك البحرين في وضع لجان مستقلة ومحايدة، والقضاء البحريني معروف بنزاهته، والقضاء معظمها قد حلت في زمنها. اثنين، وأنا برلماني منذ عشرات السنين سواء كان في البرلمان العراقي أو في البرلمانات الإقليمية والدولية. ليس هنالك في أي برلمان من هذه البرلمانات ما يتيح لنا أن نقيم وضع حقوق الإنسان في دولة معينة. لا توجد مثل هذه الصلاحية. يعني عند البرلمان العربي لم يصدر تقريرا يتعلق بحقوق الانسان مثلا في فرنسا، او حقوق اللاجئين في المانيا، او بحقوق لان نعتبر انه هذه الامور من صلب اختصاص النظم السياسيه وما يتعلق باعماله بمبدا السياده. نعم. القرار والبيان اللي صدر عن البرلمان الاوروبي يفتقر للحياديه ويفتقر للمهنيه، وثانيا يعني واهم شيء انه يفتقر الى الولايه القانونيه، بانه يعني من اباح للبرلمان الاوروبي ان يقيم حقوق الانسان في دوله معينه ولم يطلع عليها، لم يتصل بمسؤوليها، لم يتعرف على
هذا الموضوع من جهات رسمية، الاستماع إلى طرف واحد وبدأ بناء الاستنتاجات والفرضيات حول هذا الطرف، وهو طرف يعني مغرب ومشبوه، لا يمكن أن يحقق العدالة ولا يمكن أن يضع صورة واضحة وسليمة لقضية ما، بالذات لقضية حقوق الإنسان في البحرين. احنا في البرلمان العربي، في دولنا العربية، برلماناتنا نقدر عاليا التقدم الملموس الذي حصل في مناحي الديمقراطية الواسعة في مملكة البحرين، ونشد على أيدي أخواننا في المملكة بالمضي في هذا الطريق، ونحن يعني ننظر باعتزاز وتقدير كبير بقيم المشاركة الموجودة الآن والتسامح وقيم التعايش السلمي الموجودة في البحرين، والذي يريد البعض أن يعكر طفو مجتمعنا العربي في البحرين. نعم، من بغداد الدكتور ظافر العاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.